السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ولكن سيدي حسن الولد عنده عكوسات، فأحسن طريقة لكي نرفع العكوسات عنا ما هي؟ هي لزوم الاستغفار. هذه نصيحة لنا جميعا أيها الأحباب، لك يشعر بأن عنده العكوسات في حياته، رزقه قليل، صحته ضعيفة، فيما مشكل قل أبواب مغلقة، المفتاح موجود، المفتاح يسير. ما هو هذا المفتاح؟ وهو لزوم الاستغفار، أننا نستغفر الله تعالى في كل وقت وحين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. راه اللي قال لي بأن رزقي قليل وصحتي قليلة وأنا ما عندي زهر، غنقول ليه راك طولتي، راك المفروض أنك تجاوزتي هذه المرحلة. غادي يقول لي راني درت أعمال وإجراءات وتدابير كثيرة، وكنلقى الأبواب مغلقة والجهد لا جهد الله. غنقول لي ربنا عز وجل أمرنا في كتابه العزيز وبين لنا كيف نزيل عن العكوسات والموانع. بماذا؟ بالاستغفار. وهذا الشيء منذ القدم، ماشي جديد، في عهد النبي الكريم، كل الأنبياء وكل المرسلين، حتى نبي الله نوح عليه السلام اللي كان في أوائل الأنبياء، كان بعد سيدنا آدم وسيدنا شيت. سيدنا نوح ماذا قال؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سيدنا نوح في ذلك الزمن قال لقومه لما اشتكوا له، قال لي عندنا الرزق قليل والمطر ما كاينش، وعندنا الجفاف، وعندنا الطاعون، وعندنا الفقر، وعندنا البنات ما تزوجوش، وعندنا الحقرة والظلم. فاش قال له سيدنا نوح؟ ما قالش لهم غنديروا واحد التدابير كبيرة معقدة ومجالس تفكر ومستشارين وميزانية ضخمة، قال لهم ببساطة غنديروا واحد العمل بسيط، كل شيء غيتحقق بأمر الله، غيصبح وغيفتح ويكتب لكم سبحانه قدر جديد. فماذا قال؟ قال فقلت استغفروا ربكم، استغفروه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يجيكم المطر في إبانه، وهذه كل موسم الفلاحي كله ناضج، وهذه الأمطار غتغسل الأجواء من الأمراض والأسقام والعلل. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. المدد، المدد أن الله تعالى يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. راه كاين غير اللي جالس والرزق يدخل عليه، وكل اللي عنده صبع صنايع ورزق ضايع. فالمدد إنما يأتي بالرزق، لذا قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم: ورزقه من حيث لا يحتسب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليك السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. والأولاد يعطيكم الله الأولاد طيبين الصالحين المرضيين بنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحياة الطيبة، الحياة المستقرة، والأمطار والأنهار والخيرات والبركات، هادشي كله ماشي بدراسات ولا باستراتيجية ولا بمشاورات ومؤتمرات ولا بانتخابات نزيهة ديمقراطية ولا بمجاليس ولا بميزانية ضخمة ولا بإعلام ولا بالاستغفار. الاستغفار فقط، غير استغفر مولانا وتلقى العجائب، العجائب العجاب. ربي عز وجل يهيئ الأسباب بالاستغفار. لهذا كنقول لك سيدي حسن، إذا قدرت تقنع الوليد ديالك قول ليه، راه سولت واحد فقي راه قال لي قول لي الحل ديالك راه هو في الاستغفار. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نقولها في الصباح ثلاثة وفي الليل ثلاثة، ولقد نقولها 100 مرة كان أفضل.
وخير الاستغفار ما يسمى بسيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء العظيم للاستغفار كتسمى سيد الاستغفار، سماه النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. اللي يقدر يقوله مرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو مئة أو خمسمئة أو ألف هذا صار من أهل الله. والله وبالله وتالله إلى عمر شبابي تغلق في وجهك، الأبواب كلها مفتحة. وشي جربناه، يا ما جربناه وعشنا مع أناس ودوزنا حالات واختبارات في وابتلاءات في الوجود، وكتقول وقيل هذا الشيء عمرو هذه اللي خلى لنا. وسبحان الله العظيم لما تستغفر المولى عز وجل يا سلام يا سلام، لا إله إلا الله كيصبح وكيفتح ربي، كيفتح الأبواب المغلقة. تصور أن العدو ديالك يصير حميم، ولي حميم. تصور أن الفقر يتحول إلى غنى وتراء. تصور أن المرض يتحول إلى صحة وعافية. تصور أن الجهل ديالك يتحول إلى معرفة وفتح رباني. تصور بأن الحياة القاتمة تتحول إلى سعادة وبهجة. وتقول لي كيفاش؟ واش هادشي عنده دراسات في علم النفس، في السوسيولوجيا، في الفكر، في الفلسفة، في التخطيط السياسي والقانوني والاقتصادي والتدبير ديال التنمية المعاصرة؟ لا، هذا كله كلام ومصطلحات ضخمة. هادشي كله ببساطة استغفر المولى ترى عجبا. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أخي حسن اللهم تعالى يشافي الابن ديالك ويرد به ردا جميلا ويجعله من الصالحين، ويعطي الله رزقا وفيرا، ويعوض الله خير ما ضاع له، ويحفظ بقية الأبناء ويعطيهم النجاح والفلاح والصلاح، ويقر بهم العيون. يا رب يحفظ وليدتك ووليدات جميع المسلمين والمسلمات. يا رب يحفظ وليدتنا وليدات الجميع بجاه النبي الشفيع. قولوا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. ومن الوفاء أيضا الاهتمام بالأولاد. سبحان الله، الإنسان عنده والدين وعنده أولاد، هذه خلفة. إني جاري في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا. أخي حسن، الوليدات هما نعمة من عند الله وتسخير رب العالمين. كل اللي كيجعلهم الله مهديين مرضيين من عندهم، وكل اللي كيوقع فيه ابتلاء كيقول لك المربي من عند ربي. الله يحفظ لك وليدات يعطيهم النجاح والفلاح. وهذا الوليد اللي وقع لي ابتلاء، هذه تنبيه أن الوالدين لابد أن يراقبوا أبنائهم من قرب وعن بعد، لابد من المراقبة والمتابعة. لا يمكن أن نضع الحبل على الغارب، لابد أن نراقب أبنائنا، لأنك اللي ولده ساكت وراهو مبلي وما عارفش، حتى كيتصدم واحد النهار صدمة كبيرة وشديدة جدا. فلابد أننا نراقب أبنائنا، إذا قدرنا ننصحهم ونوجههم وقبلوا منا النصيحة فبها ونعمت. إذا كانوا ربما عنيدين ورفضوا من النصيحة، ندعو لهم في ظهر الغيب، ندعو لهم في قيام الليل، نتقدم إلى الله بالصدقات للفقراء والمساكين ليتقبل منا دعاءنا وربنا يصلحهم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.